في تل أبيب احتشدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، وطالبت أسر المحتجزين حكومة الاحتلال بوقف إطلاق النار واستعادة أبنائهم. إذن في هذه اللحظات نتابع احتشاد عائلات المحتجزين الإسرائيليين في تل أبيب لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، مطالبين الحكومة حكومة الاحتلال بوقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعادة أبنائهم.